السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نوريكم الجيم كيفاش كيتبطن. كيجي الجيم بحال ديال السروال وهو في الجلابة. هانتوما شوفوا الطريقة كيفاش الفصالة ديالو جاي هاكا مقورر. كنخيطوه، كنخلي واحد شويه الفتيحات تما فين غنقطع داك داك الخيط، كنحيدو وكنخلي واحد الفتيحات تما باش تساعدنا في التركيبه ديال الجيب. كنجي كنحط جلابه مقلوبه بحال دابا الجيب كيكون مقلوبه. انتما كتشوفوا الجلابه كي دايره مقلوبه، مثلا هذه جلابه. كنجي لهاد الطرف هذا وكنتنيه على جوج باش داك السرجي اللي كاين كيجي مدفون، ما يجيش باين على الخياطه. هاد الجيب هذا كيجي زوين في الجلابه هكا. المهم ماشي بحال داك الجيب اللي كيجيو مخيطين هكا على الجلابه. كتني على جوج وكتخيط حتى الراس ديال الجيب، فتح الجيب. انا كنتنيه بصبعي، كنتنيه كندير اريطمو تما واحد شويه اريطمو. كنجبد الماكينه من تما باش عاوتاني نركبو فواحد الطريقة أخرى باش يساعدني. أنا جبدتو خيط له واحد الجهة والجهة الأخرى غتركب في الجهة اللي بقى ما نسقاش فيها الجيب. الطريقة هذه طريقة زوينة، ما هي شوية معرقلة ولكن كتجي في البياسات تجي زوينة. دابا كنجيو لديك الجهة اللي مفتوحة كنديرو هنا اريطمو تاني وكنجي للطرف ديال التوب اللي تما الجهه اللي بقات ديال الجيب محلوله كنحطها تاني تما وكنخيط. الطريقه سهله، هي خاصها شويه ديال الذكاء. كندفع ديك الطرف بصبعي باش ما نخيطش الجيب يجي مخيط كله. هتخيط غير الحرف ديال التوب. دابا داك البليصه اللي بقات لنا ما اللي خلينا محلوله كنخيطها وكنعاود نخيط الجيب حيت باش ما تقطعش داك الخياطه هذاك. كتخيطو وتعاودو باش ما تقطعش، باش حطيت فيه السوارات ولا الفلوس ولا التليفون كيبقى تما ما يطيحش. ها الجيب هو ركبناه، نتمنى يعجبكم الفيديو وتستافدوا. عجب كي جا ما جيش لاصق في ما كيجيش لاصق في الجلابه. هذا دير بحال دابا هاد الطرف هذا ابيض وهو الجيب درتو ازرق غير باش يبان. الا كان اللون في اللون ما غيبانش. ها انت الجيب كي جا مخيط ولكن ما جيش لاصق في الجلابه. نتمنى يعجبكم الفيديو وشجعونا، جزاكم الله خيرا وديروا ابوني واشتركوا معنا في القناة باش ديما يوصلكم الجديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.